مساء الخير أحبائي وأعزائي. مسرح الشاب والقبطي بولا وإصابة شقيقه ووالدته إصابات خطيرة بوادي النطرون. لأن هذا البيان الشنيع والمحزن جدا أصبحت حوادث الطرق كثيرة جدا، وكل يوم بعد يوم يتم لقي مسرع أشخاص أخرى. اليوم الاثنين الموافق 2 أغسطس ألقي مسرع شاب القبطي بولا وهو يتيم الأب وإصابة شقيقه ووالدته إصابات خطيرة، وتم نقلهم إلى إحدى المستشفيات. وتفاصيل الحادث: انقلبت السيارة أثناء ذهابهم إلى دير وادي النطرون، وكان بداخلها بولا ووالدته وشقيقه وأصدقائه. نصلي من أجل شفاء والدته وشقيقه، يا رب تحنن على المصابين ويشفيهم وصبر قلوبهم على فراق أحبابهم. انت يا رب اعفيهم واعفي المرضى واشفيهم. نسألك ان تتحنن على الذين يتألمون في جسدهم، وعلى كل الذين يتألمون في قلوبهم، وعلى الذين يتألمون في روحهم. رحمتك يا رب نسأل الآن من اجلهم. شكرا لكم احبائي واعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يسوع يكون معكم. آمين.